السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ في الفيديو ده هناخد تالت عنصر من العناصر عندنا وهو الانتري، تمام؟ اللي هو ايه يا شباب الانتري ده؟ اللي هو الحقل اللي انا بكتب فيه، زي مثلا اللي هو ده كده، ثانية، اللي هو ده كده، الحقل اللي انا بكتب فيه اليوزر نيم ده اسمه انتري، الحقل اللي انا بكتب فيه الباسورد ده اسمه انتري، تمام؟ تمام. فدلوقتي يا شباب الانتري ده طبعا هو ويجت زي اي ويجت، تمام؟ فلازم الاول يبقى فيه نافذه عشان يتحط عليها، فهنعمل فروم تيك انتر امبورت اول، تمام؟ بعد كده هنعمل وين مثلا بيساوي تي كي، بعد كده هنعمل وين دوت مين لو، تمام؟ طيب قبل كده انا هعمل بس اللي هما الحاجات اللي احنا بنكتبها طبعا، دي ثوابت، ان بنعمل فار نيم عشان يستدعي اي ايه اي ويجت، يعني بنعمل فار نيم، بعد كده دبليو كابيتال، بعدين ويجت، تمام؟ يبقى فار نيم والويجت اول حرف فيه بيبقى كابيتال، بعدين تفتح قوس، اول حاجه بنكتبها طبعا الماستر اللي هو النافذه اللي انا هحط عليها الويجت ده، وبعد كده الاوبشنز، تمام؟ تمام. وبعد كده بعمل ايه تاني؟ بعمل فار نيم دوت بليس طبعا، وبنكتب له الاكس ونكتب له الواي، تمام؟ فانا هنا زي ما قلت لك عايز اعمل انتري، فانا يا شباب هعمل متغير اسمه مثلا انت، تمام؟ اختصار انتري يعني، تمام؟ بيساوي انتري اول حرف فيها خليه كابيتال، يبقى اي كابيتال كده انتري بالشكل ده كده، زي ما انت شايف ظهر لك اهو كلاس اسمه انتري، نفتح قوسين، تمام؟ ونكتب بقى الماستر بتاعنا، الماستر اللي هي النافذه اللي انا عايز احط عليها الانتري ده اللي هي اسمها وين، تمام؟ بعدين كوما، وهنكتب الاوبشنز بتاعتنا، تمام؟ بس خلينا الاول دلوقتي ما نكتبش اوبشنز، تمام؟ خلينا نكتب الماستر بس، تمام؟ والاوبشنز دي طبعا بتكون اختياريه، تمام؟ ممكن تكتبها وممكن ما تكتبهاش، انا بس دلوقتي عايز اوريك الصيغه العامه للكتابه واوريك شكل الانتري ايه هو، وبعد كده نرجع بقى نشوف الخصائص، تمام؟ فهعمل انت دوت بليس عشان احطه في موضع معين، هو مايل مثلا اكس ب10 واي مثلا ب100، تمام؟ خلي الاكس مثلا ب50 عشان تبقى بعيده برضو شويه، تمام؟ لو جينا كده شايف فتحنا ادي النافذه، زي ما انت شايف ظهر لك اهو الايه البوتوم بالشكل الانتري بالشكل دوت كده، تمام؟ تقدر تكتب جواه اللي انت عايزه، تمام؟ طيب دلوقتي تعالوا الاول نعمل برضو جيومتري للنافذه برضو عشان تبقى كبيره ونعرف نتعامل معاها، فنعمل وين دوت جيومتري، بعدين 1024 في 720 400 150. طيب دلوقتي لو فتحت فديت الشباب النافذة عندي، تمام؟ وديت الانتري اقدر اكتب فيها، تمام؟ طيب دلوقتي يا شباب خصائص الانتري دي، هل فيها البي جي مثلا؟ يا شباب فيها البي جي اللي هي لون الباك جراوند، فممكن اقول مثلا لون الباك جراوند مثلا جراي مثلا، تمام؟ فلو فتحت بقى لون الباك جراوند جراي، تمام؟ طيب هو طبعا من غير ما انا احط البي جي هو كده كده بيبقى فارض لك لون الباك جراوند ايه؟ ابيض وايت، تمام؟ طيب هل ليها اف جي؟ مثلا ممكن انا اخلي اف جي وايت، تمام؟ فلو فتحت كده هلاقي ان الباك جراوند جراي، اجي اكتب هلاقي البي جي ايه؟ بقت وايت اللي هي لون الكتابه بتاعتي وايت الاف جي، تمام؟ وطبعا يا شباب لو انا عايز احط له ويتس معين وهايت معينه بحطها هنا من بليس، طبعا انا ممكن احطها هنا فوق، احط ويتس وهايت لمعظم الويجتس برضو، عاد احط ويتس وهايت هنا، بس احنا هنا بنستخدم على طول بيبقى الشائع ان احنا بنحط ويتس وهايت في البليس يعني، تمام؟ الويتس مثلا هو قايل ان هو كام؟ خلينا نقول 200، والهايت مثلا خلينا نقول ان هو 30 مثلا، تمام؟ فلو جينا فتحنا كده انت ظبطت اهو الويتس والهايت بتاع 230. طب انا يا شباب ظبطتها بس المشكله ان الخط صغير، عايز اكبر الخط شويه، فبرضه فيها فونت، فاقوم قايل فونت بيساوي وافتح قوسين واكتب النوع بتاعي، ممكن مثلا اكتب فاميلي مثلا اي نوع تاني عشان ايه ما نبقاش مركزين على نوع واحد، وخليه مثلا 14. دلوقتي يا شباب لو انا قمت كاتب اهو وحبيت اكتب ده يا شباب الخط، نوع الخط وكبر معانا، تمام؟ تمام.
طيب يا شباب، دلوقتي دي الخصائص اللي هي الايه المشتركه ما بين الانتري وما بين بقيه الحاجات. طيب في بقى خصائص ثانيه خاصه بالانتري نفسه، تمام، اللي هي زي ايه؟ هل انا يا شباب ممكن احط نص في الانتري ده؟ تعالوا كده نجرب. يعني هل الانتري ده في الليبل وفي البوتون كان في خاصيه اسمها تيكست؟ هل هنا في خاصيه اسمها تيكست وهم قايل مثلا تيكست بيساوي احمد، فلو جيت فتحت هيحط احمد؟ تخيل كده، لا ما حطش احمد. يبقى اذا خاصيه التكست هنا مش شغاله في الايه، في الانتري، تمام. يبقى الانتري ما ينفعش احط فيه تكست بالشكل دوت كده، تمام. امال هنعملها ازاي؟ هنعملها بطريقه تانية، تمام، هنقولها بعدين، تمام. طيب هقولها في الفيديو ده يعني، بس هرحلها للاخر، تمام. طيب في حاجات تانية في الانتري، حاجات خاصة بايه بقى؟ دلوقتي يا شباب زي ما انت شايف، لو انا فتحت كده فالانتري ماله، هتلاقي ان هو تحس برضو انه مش فلات، انه تحس ان هو داخل لجوه شوية. ففي برضو ريليف، ايه ده يعني؟ دي ريليف موجودة هنا، ممكن اخليها فلات بالشكل دوت كده. فلو جيت افتح ادي بقى فلات اهو، تمام. في شباب خاصيه تانية عندنا، ان انا مثلا لو عايز ادي للحدود ديت لون معين، تمام، يعني خلينا نرجعها تاني الوايت كده، نرجع البي جي نخليها وايت زي ما كانت، او ممكن ما نكتبهاش لان هي كده كده الاساس بتاعها اصلا انها وايت، وخلي ده بلاك، او ممكن برضو ما نكتبوش لان هو كده كده الاساس بتاعه بلاك، تمام. فتعال نشيله احسن، تمام. فالمهم كده لما اجي افتح انا رجعت كده البتاع ده زي ما هو بالشكل دوت كده، تمام. زي ما انت شايف الحقل ده اللي انا بكتب فيه مش باين شويه، مش باين ليه؟ هيبقى جميل اكتر لو انا حطيت له بوردر كده، بوردر بلون معين. فهل انا ممكن احط له بوردر؟ يا شباب، تمام. ازاي؟ في خاصيه عندنا اسمها اللي هي هاي لايت بعدين سيكنس، تمام، هاي لايت سيكنس، تمام. على طول انت عملت انتري، خلي الخاصية الهايلايت سيكنس دي بواحد، تمام، ديت اللي هي عرض البوردر يعني، تمام، عرض البوردر اللي انت هتحط له اللون، تمام. فلو فتحنا هتلاقي ان في هايلايت، في بوردر اهو زي ما انت شايف، لما ضغطت في بوردر حصل عليه، تمام. انما قبل كده لما كنت بضغط مفيش بوردر حصل عليه، تمام. طب انا يا شباب عايز ادي بقى البوردر ده لون معين، تمام. فممكن يا شباب ادي البوردر ده في خاصيتين تانيين بيدوا اللون للبوردر، تمام. حاجه اسمها هاي لايت باك جراوند، تمام، ودي خاصيه خاصه بلون البوردر في حاله اني انا سهم الفاره يعني ما جاش ناحيه الايه، ما جاش ناحيه الانتري، تمام. فدوت الطبيعي بتاعه هقول له ان هو يبقى جراي، تمام. يبقى اللون اللي هو لون البوردر الخاص بالانتري الطبيعي هيكون جراي. ده هيكون امتى جراي؟ في حاله ان سهم الفاره ما جاش ناحيته، تمام. انما بقى انا عايز اقول له في حاله ان سهم الفاره يجي ناحيتك اتحول للون تاني، فممكن اقوم قايل مثلا هاي لايت كلر. دي بقى خاصية تانية اسمها هاي لايت كلر، دي بقى بتقول له لما سهم الفارة يجي ناحيتك لون البوردر بتاعك حوله يبقى ايه؟ يبقى مثلا في لون اسمه سين، تمام؟ بالشكل ده كده. لو فتحنا هتلاقي ان هو الطبيعي هو بتاعه جراي، تمام؟ أقرب أنا منه كده أحط يعني الفرع عليه، مش أقرب منه يعني، أقصد يعني أنا أضغط عليه يعني، تمام؟ عشان أكتب فيه. فزي ما أنت شايف اللون ايه، اللون اتغير بقى ايه بقى بشكل دوت كده اللي هو سيان، تمام. يبقى دلوقتي تاني لما اجي افتح اهو ده الطبيعي بتاعه ان هو بالشكل ده، اضغط عليه خلاص اللون اتغير، تمام. يبقى تاني كده يا شباب الخاصيتين دول عشان اصلا يتفعلوا لازم يكون الهايلايت سيكنس دي بواحد، لان الطبيعي ان الهايلايت سيكنس بصفر، فانت اما تديله الخاصيتين دول هو هيروح ازاي هيلون انهي بوردر؟ ما هو مفيش اصلا بوردر، تمام. فلو جيت افتح مفيش بوردر، هيروح يلون ايه هو بقى، تمام. فلازم انت تخلي الهايلايت سيكنس ترجعها تاني كده، تخلي الهايلايت سيكنس بواحد او باتنين او بتلاتة، بس اتنين وتلاتة هيكبرها معاك قوي بقى، تمام، هيكبر الحدود قوي، تمام. انما بقى اللي هيديك شكل حلو يعني انك تخلي الهايلايت سيكنس بواحد، حاجه بسيطه كده، وتيجي تضغط فعلا اللون يتحول معاك، تمام. يبقى الهايلايت باك جراوند ديت الاصليه اللي هو يعني لون البوردر الاصلي الخاص بالانتري، تمام، قبل ما انا اضغط عليها بالفاره، والهايلايت كلر دي بعد ما انا اضغط عليها بالفاره، فاللون المفروض هيتحول لده، تمام. طيب يا شباب انا دلوقتي عايز اكتب مثلا ده حقل مثلا انا بدخل فيه باسورد،
تمام. يبقى المفروض انا دلوقتي بدخل فيه باسورد صح، يبقى المفروض ما يبانش قدامي. يعني انا دلوقتي لما اجي اعمل كده واشغل بيبان قدامي اللي انا بدخله، لكن المفروض لا، انا عايزه ما يبانش لان ده باسورد تمام. فممكن نعمل ايه؟ ممكن يا شباب نقوم عاملين كوما كده في خاصيه تانية اسمها شو تمام، انت عايز تظهر اللي بيتكتب فيه ازاي تمام. فهعمل شو بيساوي واحطه جواها نجمه. ده معناه ايه؟ معناه ان انا لما اكتب حاجه جوه الانتري ده اظهره لي على هيئة نجمة. فلما اجي افتح واجي اكتب مثلا، او زي ما انت شايف بيظهر لك نجوم تمام. الكلام بقى مخفي على هيئة نجوم تمام. تمام. فاجي اكتب مثلا، لو انا مثلا مش عايز نجمة، عايز مثلا اخليه مثلا شباك مثلا تمام. فاجي افتح بقى واجي اكتب الكلام هيظهر على هيئة شباك بالشكل ده كده تمام. شوف الطريقة اللي انت عايز تخفي بيها النص بتاعك ازاي، لو انت يعني بتدخل باسورد او كده تمام، وحطها جوه الشو دي تمام. تمام كده يا شباب. طيب واحد بقى هيسألني، طب هو انا مثلا عايز ايه؟ انت بعد ما حطيت مثلا، شيل بقى شو ديت دلوقتي تمام، انت بعد ما حطيت الالوان شيل دي برضو، احنا شباب هنعمل ديت بس كده تمام. بعد كده يا شباب شغل بقى، هتلاقي ان انت معاك ديت النافذه بتاعتنا هي ودوت الايه الانتري. اجي انا اكتب فيه تمام، زي ما انت شايف الكتابه جميله او كل حاجه، بس انا ايه اما اجي احدد، شوف بيحدد بأنهي خاصيه، يعني اللون التحديد نفسه، لون التحديد ده مش عاجبني، انا عايز اللون ده يبقى لون تاني. يعني لون التحديد ده تحس ان لون خاص بالويندوز كده، هو الويندوز هي اللي محدداه انه يبقى كده تمام. فانا مش عاجبني اللون ده، انا عايز اغيره تمام. ففي عندنا خاصيه تانيه ممكن اغير بيها العمليه دي. ففي عندنا حاجه اسمها سيلكت باك جراوند تمام. دي خاصيه معناها ايه؟ معناها ان انا في حاله ان انا حددتك تمام، فالباك جراوند الخاصه بالسيليكشن خليها مثلا ايه، خليها سيام مثلا تمام. تمام. فدلوقتي شباب لما انا اجي افتح او كتبت مثلا احمد، او اجي احدد بقى احمد، فالباك جراوند بقت ايه؟ بقت سيان بالشكل ده كده تمام. تمام. طيب في عندنا برضو حاجه تانيه اسمها سيليكت، زي ما في سيلكت باك جراوند في عندنا سيلكت فور جراوند بالشكل ده كده. ممكن مثلا احط جواها بلاك مثلا تمام. ده لون الخط يعني في حاله ان انا حددت النص تمام. فالنص عندي مثلا كان احمد بالشكل ده كده، احدده اهو، فلون الخط بقى اسود تمام، ولون التحديد ايه؟ سيان تمام. تمام. طيب يا شباب زي ما قلنا قبل كده في عندنا خاصيه اسمها شو. شو ديت لو انا بكتب باسورد ممكن تبقى بالشكل ده كده، لو انا بكتب باسورد تمام. تمام. زي ما انت شايف ديت الخاصيه شو، لو انا بكتب باسورد عايزه يعني يظهر بالنجوم، فلو فتحنا وكتبنا هنا كده فاي حاجه انا بكتبها بتظهر بالايه، بالنجوم تمام. تمام. طب انا يا شباب زي ما انت عارف بيبقى في على طول جنب الحقل بتاع الباسورد بيبقى في مثلا زرار كده اللي هو ايه، تضغط عليه لو انت يعني عايز تشوف الباسورد تمام، يظهر لك كده الباسورد تمام، وبعد كده تضغط عليه تاني يقوم خافي لك الباسورد مرجعه لك للنجوم تمام. فهل احنا نقدر نعمل الحكايه دي؟ ممكن يا شباب اعمل بوتون انا جنبها كده تمام. ممكن انا اعمل بوتون مثلا بي تي بيساوي بوتون تمام، وهعمله تعال انزل كده بالسطر تمام، وهنعمله مثلا هنحطه على الويند ده الماستر، وبعد كده هعمل التكست واسميه مثلا شو تمام. طيب وبعدين هديله بقى الريليف عشان يبقى شكله حلو كده، هديله الريليف بفلات، وهديله البي دي اللي هو البوردر بتاعه بصفر تمام، ونديله ايه تاني الثانيه، نديله البي جي نخليه مثلا اورنج، و خلينا نقول مثلا الاف جي بوايت تمام. ثانيه اف جي بوايت تمام. فدلوقتي شباب لو قمت قايل بي تي دوت بليس، هو ده كان محطوط فين؟ الانتري كان محطوط عند 50 من الاكس ومن الواي 100 تمام. فاذا انا ممكن احط البي تي ده مثلا، الزرار ده انا عايز احطه جنبه صح؟ فطبعا انت عارف ان هو 50 من الاكس والويتس بتاعه 200، يبقى اذا اخر الانتري كام؟ اخر الانتري 250. يبقى دلوقتي يا شباب بداية البوتون، بداية الانتري كانت عند 50، نهايته فين بقى؟ نهايته عند 250 تمام؟ ف
فالمفروض البوتون ده انا عايز احطه جنبه، يبقى اخلي الاكس مثلا اخليها مثلا 255 مثلا عشان تبقى جنبها، مش جنبها بالظبط، لو انا حطيتها 250 هتبقى لازقه في الانتري بالظبط، فخليتها 205 في 5 بكسل كده فرق ما بينهم يعني، تمام. وخلي الواي تبقى 100 برضو، لان يا شباب انا عايز الواي البوتون ده يبقى في نفس مستوى الانتري، يبقوا الاثنين على خط واحد، يبقى لازم يكون الواي بتاعهم واحده، تمام. ممكن انا اخلي الواي مثلا 95 كم، خليها 97 مثلا عشان ايه الزرار يطلع لفوق كده شويه عشان يبقى شكله حلو. لو فتحنا كده يا شباب احنا عشان بس مكبرين الانتري والزرار صغير زي ما انت شايف كده، فمحتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نكبر الفونت بتاع الزرار، تمام. فممكن نخلي الفونت مثلا برضو هو كمان فاميلي، تمام. وبعد كده خلي لي البتاع ده 14 مثلا، تمام. فلو فتحنا فينا يساوي بس يا شباب، تمام. فلو فتحنا زي ما انت شايف بقى ده كده يا شباب شكل الزرار، تمام. فدلوقتي انا قمت ضغط عامل احمد، شايف انت احمد ظهر ازاي؟ انا عايز اما اضغط على شو يوم ظاهر، وكلمه شو دي تتغير تبقى هايد بقى، تمام. وبعد كده اروح انا ضغط على هايد يقوم خفيها تاني، تمام. فنعمل الحركه ديت ازاي؟ طبعا عشان نعمل الكلام دوت او عشان نربط امر بالبوتن لازم نكون عارفين حاجه اسمها كوماند، تمام. لازم نعمل حاجه اسمها كوماند للبوتن. الكوماند دي هخليه يتربط بداله اسمها كليك، تمام. ومحدش يا شباب يجي يقول لي مدام دي داله يبقى احط جنبها الاقواس بتوعها، ما انا بستدعي الداله. لا، هنا في الكوماند ما بتحطش الاقواس، لان لو اديته الاقواس هيقول لك ايرور، تمام. فما تحطش يا شباب اقواس، بتاخد الداله كده، تمام. تمام، وهنعمل هنا الداله قبل البوتن. الداله ديت اسمها ايه؟ اسمها كليك، تمام. بتعمل ايه بقى يا شباب الداله ديت؟ انت زي ما قلت انت عايز الداله ديت تروح تظهر النص اللي موجود جوه الانتري، تمام. عايزها تظهره، تمام. فاللي بيظهر النص ايه؟ انك تخلي انك تشيل شو اللي هي بنجمه دي، تمام. فممكن يا شباب نعمل ايه؟ ممكن بس نعمل دي بس كده مؤقتا ونحاول نجرب حاجه. هي لو كانت الشو ديت مثلا كده فاضيه، تمام، تعال نشوفها كده هيظهر ازاي ونحاول نظهر. ظهر عادي، تمام. يبقى في حال اذا كانت الشو فاضيه بالشكل دوت كده، تمام، فهو بيظهر النص عادي. انما في حال انت دخلت فيها حاجه معينه بيظهر لك النص على هيئه الحاجه المعينه اللي انت دخلتها دي. انا دخلت له نجمه فيظهر لك النص على هيئه نجوم، تمام. يبقى اذا انا عايز اما اضغط على زرار الكليك دي، تمام، تروح الشو دي النجمه اللي فيها دي تتشال، تبقى نص ايه؟ تبقى نص فاضي كده، تمام. فالخاصيه دي يا شباب بنعملها ازاي؟ قلت لك والله في الدرس اللي فات، بما ان انا عايز اعدل خاصيه في ويجت، بنكتب انت دوت كونفيج. ما دام انا عايز اعدل خاصيه موجوده مسبقا في الانتري، كنت انا مثلا ايه كنت فرضها مسبقا في الويجت يعني بتاعي، مش شرط انتري، ممكن يبقى اي حاجه عندي، تمام. انت دوت كونفيج واقوم فاتح قوسين، تمام. هعدل ايه؟ انا عايز اعدل الشو، اخليها تبقى ايه؟ اخليها تبقى كده، تمام. فدلوقتي يا شباب لو انا قمت فاتح وقمت كاتب مثلا احمد، تمام، وقمت ضاغط كده زي ما انت شايف ظهر لك احمد، تمام. طيب هل دلوقتي زي ما انت شايف انا ضغطت شو فظهر لي احمد، تمام. فالمفروض ليه الزرار دوت لسه بنفس الاسم؟ ليه مكتوب فيه شو؟ انا عايز بقى يبقى مكتوب فيه هايد بقى، تمام. فممكن نعمل ايه يا شباب؟ ممكن نقوم قايلين برضو البوتون ده نفسه اللي هو بي تي دوت كونفيج عشان نغير التكست اللي مكتوب جواه، وهنغير التكست نخليه يبقى ايه؟ يبقى هايد، تمام. عشان نغير التكست فبرضه عملنا كونفيج خاصيه موجوده مسبقا، تمام، فغيرناها خليناها تبقى هايد، تمام. طيب المفروض يا شباب البوتون ده له حالتين زي ما انت شايف. انا قمت ضاغط على كاتب احمد وقمت ضاغط على شو قايل لك ايه احمد، تمام، ظهرها لك يعني، تمام. طيب يا شباب هضغط على هايد مش هيعمل حاجه، تمام. هضغط على هايد مش هيعمل حاجه، ليه؟ لاني لما اصلا بتضغط عليه هو بيروح يخلي لك الشو ما فيهاش حاجه، تمام، يعني بيظهر لك النص، تمام. فالنص كده كده اصلا ظاهر عندك، تمام. فانت بتضغط على هايد فهو بيظهره لك تاني، لا انت مش عايز كده، انت عايز اما تضغط على شو يروح يعمل ايه؟ يروح يظهر لك النص، اما تضغط على هايد يروح يخفي لك النص، تمام. يبقى اذا لازم يكون في فاريبل بره، مثلا هسميه مثلا اي حاجه هسميه مثلا ان مثلا، تمام. الان دوت بواحد،
تمام؟ واحد دوت دي القيمة الأساسية بتاعته اللي هو النص والله مخفي، تمام؟ فهو قايل له اف ال n بيساوي يساوي واحد، تمام؟ ده معناه ان ايه؟ ده معناه ان النص مخفي، فهتروح تعمل الكلام ده، تمام؟ انما else بقى ثانيه وهتروح تعمل الكلام ده، بس هتخلي ال n بقى يبقى باتنين، تمام؟ يبقى انت كده غيرت قيمه ال n، تمام؟ زي ما انت شايف بس كده يا شباب مؤقتا هو هنا مديك ايرور، تمام؟ الايرور ده نتيجه ال n ده مش local variable ده global، فعشان اعمل انا variable اسمه n، هفرض انا مثلا variable اسمه n، هو مايل له global ان، تمام؟ عشان بس يعرف ان في فاريبل جلوبال اسمه ان، تمام؟ طيب دلوقتي يا شباب جلوبال ان ده او الان ده انا بس حطيت عليه عشان اعرف له ان في فاريبل بره اسمه ان، تمام؟ في حاله بقى انت هتستخدم الاو بي مش هتتطرق يعني للامر ده، مفيش مشكله، تمام؟ لان هو بيبقى سيلف دوت فبيبقى مفهوم ايه ده، تمام؟ طيب دلوقتي يا شباب انت عايز اول ما تضغط عليه الان هتبقى 2، تمام؟ يبقى لما تكون الان ب 2 يبقى انا كده عرفت دلوقتي ان النص ظاهر، تمام؟ اهو ما انا ضغطت على الزرار، فالان دلوقتي كانت بواحد، الطبيعي بتاعها انها بواحد، بواحد امتى؟ في حاله ان النص مخفي، تمام؟ فانا لما ضغطت على الزرار، تمام؟ فالان بقت ب 2 والنص ظهر، تمام؟ يبقى المفروض اهو قايل له بقى إلس لو كانت الان ب 2، تمام؟ هتروح تخلي الانت دوت كونفيج وتعدل خاصية الشو ترجعها تاني بإيه؟ بنجمة، تمام؟ عشان ده بقى اللي بيرجعها لك تاني، وتعدل خاصية البي تي ديت هتعدلها وتخليها شو بدل ما هي هايضة تخليها شو، تمام؟ وبعد كده ترجع الإن تاني تبقى بواحد، تمام؟ دلوقتي يا شباب لو قمنا مشغلين كده وقمت مداخل أحمد ضغطت على شو أمايل لك أحمد ظهر، تمام؟ والزرار اتحول لهايد، أضغط على هايد رجع تاني إيه؟ رجع تاني النص، تمام؟ مشفر زي ما أنت شايف كده أو مش باين يعني، تمام؟ تضغط على شو، تضغط على هايد، تضغط على شو، تضغط على هايد بالشكل ده، تمام؟ عايز بقى أفهمك حاجة، اللي أنا عملته ده لو أنت مش فاهم، بص يا عم أنا دلوقتي قمت فاتح، تمام؟ فالمفروض دلوقتي انت عندك ايه؟ عندك النص اللي انا كاتبه ده مثلا احمد زي ما انت شايف النص ده ماله؟ مش ظاهر، تمام؟ خلينا نقول مشفر يعني، تمام؟ يبقى النص مشفر والان الطبيعي بتاعتها انها كانت بكام؟ كانت بواحد، انا دلوقتي لسه ما جيتش ناحيه الزرار عشان قيمه الان تتغير، فقيمه الان عندي دلوقتي بواحد والنص مشفر، تمام؟ فانا لما ضغطت على شو، تمام؟ دلوقتي بقت قيمه الان عندي بكام؟ بقت قيمه الان عندي باتنين، تمام؟ والنص اتفك تشفيره، تمام؟ وبما ان انا دلوقتي قيمه الان عندي باتنين والنص اتفك تشفيره، يبقى اذا انا عايز اقول له في حاله اذا كانت الان باتنين وضغطت على الزرار، تمام؟ اذا روح بقى اعمل هايد للنص ده، تمام؟ لان كده كده النص ظاهر قدامك، في حاله الان باتنين النص ظاهر، النص اتفك تشفيره، احنا دلوقتي هو الان باتنين، فالنص دلوقتي ظاهر قدامك اهو، تمام؟ فعلشان كده بقول له في حاله ان انا ضغطت على الزرار والنص ظاهر قدامك، عرفت منين النص ظهر قدامك؟ عن طريق الان، فقلت له في حاله ان انا ضغطت على الزرار والان باتنين روح شفر لي بقى النص ده، فضغطت على الزرار فعلا راح شفر لي النص ده ورجع لي الان بواحد، تمام؟ وغير لي قيمه النص بتاع الزرار خلاها شو وهكذا زي ما انت شايف كده، تمام؟ قدرنا نعمل الخاصيه دي، تمام؟ لو عايزين يا شباب نعمل زرار تاني، الزرار التاني ده مثلا ممكن نسميه ديليت، فممكن اقول بي تي بيساوي بوتون، تمام؟ وخليه بي تي 2 بقى، تمام؟ وبعدين هنقوم قايلين على الوين، تمام؟ وبعد كده خلينا نقول التكست اللي فيه بيسميه ديليت، تمام؟ ده بيعمل ديليت للنص اللي موجود جوه الانتري، تمام؟ فدلوقتي يا شباب برضو هخلي الريليف، هاخد الخصائص دي كده زي ما هي، تمام؟ عشان بس ايه ما نقعدش نكررها، ما اقعدش اكتبها يعني، فاخد الخصائص دي كده زي ما هي واعمل لها بستين، تمام؟ بعدين هقوم عامل بي تي 2 دوبليس واحطه فين؟ طبعا انا هقوم قايل اكس، طبعا يا شباب الاكس 255 قبل كده و 97 يعني ممكن احطه برده 255، انا عايز احطه تحت الزرار، تمام؟ اللي هو كان بتاع شو ده، فهحطه تحته، وهقوم قايل الواي مثلا من انا عايز انزل شويه في الواي، فخلينا نقول مثلا 127 ممكن، تعالوا نشغل كده هنلاقي ان الزرار نزل كده، تعالوا ننزل تحت سنه برده كده كمان، خلينا نقول 135 شغال، تمام حلو دوت يا شباب الزرار. انا عايز لما اضغط على ديليت ابقى انا مثلا كاتب هنا احمد مثلا او اي حاجه، اضغط على ديليت النص اللي مكتوب ده يتمسح،
تمام يتمسح، تمام يتشال. فهعمل انا داله اسمها مثلا، هعمل هربطه بامر كوماند هسميه مثلا كليك 2. تمام. انت طبعا يا شباب المفروض تسمي اسماء معبره يعني، بس احنا هنا عشان لسه بنتعلم فمش مشكله. تمام، هعمل داله هسميها كليك 2. تمام، وبعد كده هقوم قايل المفروض انا عايز النص اللي مكتوب جوه البتاع ده يتمسح. ففي يا شباب خاصيه اسمها ايه؟ اسمها مش انا عايز النص اللي موجود جوه الانتري ده يتمسح، فبكتب انت دوت. في خاصيه يا شباب في الانتري اسمها ديليت، فبعمل ديليت. تمام، واحط جواها الاندكس اللي انا عايز امسحه. يعني ايه يا شباب؟ يعني مثلا انا عايز امسح الاندكس رقم صفر اللي موجود في الانتري. يعني انا دلوقتي قمت كاتب احمد زي ما انت شايف كده، وقمت ضاغط على شو، تمام، وقمت عامل ديليت، الاي بس هي اللي هتتمسح. تمام، انما احمد مش هيتمسح، اللي هو الاتش ام اي دي دي. اضغط على ديليت، اول حرف بس هو اللي بيتمسح، اول حرف وهكذا. تمام، يبقى ديليت وحطيت جواه رقم واحد بس، يبقى انت عايز تلغي اندكس معين. تمام، انما ديليت وحطيت جواها رينج مثلا رقم من صفر لحد خمسه مثلا، يبقى هو كده خلاص عارف ان هيلغي من صفر لحد خمسه. فلو فتحنا وقمنا قايلين مثلا احمد علي مثلا، تمام، دلوقتي لو انا قمت اعمل ديليت لاغى احمد وساب المسافه وعلي. تمام، ليه؟ لان انت قايل له الغي لي من صفر لحد خمسه الرينج بتاعك. تمام، طيب لو انا يا شباب عايز بقى الغي النص كله، ما انا مش عارف هو هيدخل كام حرف. تمام، فبروح اعمل اند، تمام، جوه التيكي انتر حاجه اسمها اند بالشكل دوت كده، بس لازم تكتب الاي كابيتال والان كابيتال والدي كابيتال. تمام، فلو فتحنا بيلغي لك النص من اول الاندكس صفر لحد نهايته بقى. تمام، فهو قايل له احمد مثلا علي زي ما انا عامل كده. تمام، واقوم ضغط على ديليت لغى لك النص كله. تمام، تمام، يبقى انت كده فهمت ازاي بنستخدم الامر ديليت ان انا الغي حاجات معينه موجوده جوه الايه؟ جوه الانتري. تمام، طيب يا شباب لو انا عايز احصل على النص بقى اللي موجود جوه الانتري ده، انت لحد دلوقتي من ساعه ما بدانا هو في الفيديو ما قلناش ازاي نتعامل مع النص اللي موجود جوه الانتري، ان احنا بقى ناخد القيمه من الانتري نقارنها مثلا بقيم معينه كده يعني. تمام، يعني ما اضغط على الزرار اخد قيمه من الانتري مثلا، يطبع لي القيمه اللي موجوده في الانتري. تمام، يبقى اروح اعمل ايه؟ بصوا يا شباب، في عندنا حاجه اللي هي مثلا ممكن اسمي الزرار ده بدل ما هو اسمه ديليت كده تعالوا نسميه مثلا جيت. تمام، عشان يجيب لي قيمه الانتري. تمام، فالمفروض مش هيبقى بقى في الامر بتاعه مش هيبقى ديليت. تمام، فانا ممكن عشان بقى الامر اللي بيجيب القيمه اللي موجوده جوه الانتري، تعالوا الاول نعمل بس هنا. تمام، في خاصيه يا شباب موجوده جوه الانتري. تمام، فين الانتري اهو دوت يا شباب الانتري. تمام، في خاصيه موجوده اسمها تكست فاريبل، مش تكست بس، تكست فاريبل. تمام، تكست فاريبل دي بنديها قيمه معينه، قيمه مثلا هنسميها فار مثلا. تمام، ده قيمه متغير. تمام، انا حر. تمام، طب الفار ده مش متعرف، اروح بقى انا اعرفه قبله. تمام، الفار ده يا شباب على طول بنسويه بكلاس اسمه سترنج فار. تمام، بالشكل ده كده، الاس كابيتال والفي كابيتال. تمام، طبعا سترنج فار ده كلاس. تمام، موجود جوه تيك انتر. تمام، الكلاس ده انا خدت منه اوبجكت اسمه فار، الاوبجكت اللي اسمه فار مررته للتكست فاريبل. تمام، فدلوقتي التكست فاريبل ده قيمته فار. تمام، فانا دلوقتي ده هيفيدني بقى في ايه؟ ان انا والله لما اضغط على الزرار انا عايز اجيب القيمه اللي موجوده جوه الانتري، صح؟ فبقوم كاتب فار، مش هو ده القيمه بتاعت الانتري اللي هو المتغير اللي اسمه فار ده؟ فهم قايل فار دوت جيت بس كده. تمام، انا عايز اطبع القيمه، فهم قايل برنت لفار دوت جيت. تمام، بس بدل ما انا مثلا ممكن مثلا ما اقولش برنت، ممكن اقول مثلا اكس مثلا بيساوي فار دوت جيت. تمام، وبعدين اقوم قايل برنت للاكس عشان يعني اوريك ان انا ممكن اخده في متغير وبعد كده اعمل عمليات مع المتغير ده، مش شرط اطبعه، ممكن بقى اعمل عمليات مقارنه اشوفه مثلا بيساوي رقم ولا لا. تمام، افتح كده واكتب احمد. تمام، واضغط على جيت زي ما انت شايف قايل لك ايه؟ قايل لك احمد. تمام، النص احمد. تمام، يبقى زي ما انت شايف هنا طبع لك في كونسول احمد. يبقى انت كده خلاص عرفت ازاي بتجيب قيمه معينه او بتجيب قيمه بتجلب النص المكتوب جوه الانتري ده. تمام، طب لو انا يا شباب عايز احط قيمه معينه في الانتري، تمام، يعني انا مثلا عايز بدل ما الزرار يبقى اسمه جيت كده، لا انا عايز اسميه ست.
تمام، بحيث ان انا لما اضغط عليه يقوم كاتب لي في الانتري ده كاتب لي فيه احمد، هو اللي يكتب احمد. تمام، فبروح اعمل ايه؟ بدل يا شباب ما انت بتكتب var dot get كده، لا بتقوم كاتب var dot set. تمام، وتفتح قوسين وتقوم كاتب جواه النص اللي انت عايز تكتبه فيه، هو مايل له احمد مثلا. تمام، اجي افتح طبعا الانتري مش مكتوب فيه حاجه اهو. تمام، اجي اضغط على set فعلا قام كاتب لك جواه احمد، لو انا ضغطت على شو كتب احمد اهو. تمام، يبقى دلوقتي يا شباب عرفنا اهم الخصائص اللي موجوده جوه الانتري، تمام، والخصائص اللي بتتعامل مع النصوص اللي موجوده جوه الانتري، ان انا اعمل له جيت، ان انا اجلب القيمه بالانتري واقدر ان انا اتعامل معاها، او ان انا اعمل ست للقيمه اللي موجوده جوه الانتري. تمام، يبقى كده يا شباب احنا خلصنا الدرس بتاع النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.